خلال افتتاحه مشروعات تنموية بالأسكندرية، الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة تعمل على إنشاء شبكة طرق تستوعب 100 مليون نسمة. مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش الأسماء المطروحة للمشاركة في جلسات الحوار الفعلي. وترحيب مصري ودولي واسع باتفاق مجلس السيادة السوداني وقوى الحرية والتغيير وسط مطالبات بسرعة تشكيل حكومة جديدة. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تهتم بالعمل والتنمية والبناء في كل القطاعات. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح محور التعمير الجديد محور فؤاد أبو ذكري بمحافظة الإسكندرية أن الدولة تقوم بتنفيذ 250 ألف فدان في الدلتا الجديدة وتشكى وشرق العوينات. الدولة مش سايبة قطاع يعني ما بتشتغلش فيه، على الدكتور مصطفى بيقول لي، بس الفكرة أنت يمكن بتمس قطاع بنفسك. يعني مثلا يقول لك ايه، انتوا مهتمين قوي، انا الكلام ده قلته قبل كده، يعني بالطرق والكباري. يا سيدي انت بس اكمنك شفت الطرق والكباري، اكمنك انت بتمشي عليها، لكن ده مش معناه ان قطاع زي الزراعه انت ما بتشوفوش. ليه؟ لان هو يعني مين مننا من المواطنين الا اللي بيشتغلوا في القطاع ده؟ انا بتكلم اللي احنا بنعمله زياده. يعني الدكتوره لسه بتقول هنا 250 ألف فدان هيدخلوا لزراعة القمح السنة دي عن السنة اللي فاتت. المفروض كانوا 400 ألف، مش كده يا محمد؟ كانوا كام؟ 400، والسنة الجاية 23 يوصلوا مثلا لمليون لو احنا نجحنا، لو احنا نجحنا في اللي احنا بنعمله. ده بعيد عن الرقعة القديمة، بعيدين عن الدلتا يا دكتور مصطفى. احنا بنتكلم هنا على الدلتا الجديدة، وبنتكلم على تشكى وشارع العوينات. معناه ان انا ازود ويبقى مثلا مليون فدان، معناه في زرعه واحده هدخل من 2.5 ل 3 مليون طن حسب قدرتنا في الزراعه. كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الدوله كانت حريصه على عدم انعكاس زياده اسعار الذره والقمح على المواطنين بسبب تداعيات الازمه الروسيه الاوكرانيه. أكد الرئيس السيسي أن الدولة حاولت رفع العبء والتخفيف عن كاهل المواطنين. إن احنا كدولة حرصنا على إن احنا ما نزودش ونعكس التكلفة الكبيرة اللي احنا يعني احنا لما الدكتورة هالة اتكلمت على إن الأسعار زادت ل 60 ل 70% بين الذرة والقمح. طب ما احنا كميات اللي بنجيبها وبنستوردها من الخارج من السلعتين دول يا دكتور مصطفى ضخمين جدا، كان نفس الكميه بنجيبها تقريبا، لكن احنا لم نعكس الزياده اللي حصلت فيها الاسعار خالص طبعا. انا بس عايز اقول ده ليه؟ عشان يمكن الناس تقول احنا الاسعار غاليه بره، مفيش كلام عندنا، انا بتكلم على مصر. بس انا عايز اقول ان الدوله حاولت، والهدف من التقديم او من العرض اللي الدكتور هالة بتقدمه لينا كلنا، هو الهدف منه ان احنا كدوله عايزين نقول للناس سواء كانوا مسؤولين او مثقفين او اعلاميين الحكايه ايه بشكل احنا شايفينها ازاي، ثم احنا كدوله عملنا فيها ايه. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الدوله لن تسمح بالتعدي على الاراضي الزراعيه، متحدثا عن تاثير المخالفات على تطوير وبناء المحاور الجديده. وأشار الرئيس السيسي إلى أنه كان من الممكن إنشاء محور المحمودية منذ أكثر من عام ونصف العام إذا لم يكن هناك مخالفات. محور المحمودية اللي بيتكلم فيه، لو المحور ده، المحور بتاع المحمودية ده ما كانش عليه أكتر من ألف وحدة، 2000 وحدة، مش كده؟ اللي هو هشام أمنة موجود، مش كده؟
كم انت كنت محافظ البحيره مش كده؟ كم على ارض مخالفه، ارض دوله. اي فندم. ودفعنا 700 مليون جنيه. تمام يا فندم. مش كده؟ ايوه يا فندم. يعني ما يقرب من 700 مليون جنيه تعويض ايه اجتماعي؟ قلنا عليه تعويض ايه؟ اجتماعي. اجتماعي يعني ايه؟ يعني رغم ان هو مخالف ودي مش ارضه، لكن قلنا لان احنا ما نقدرش نسيب الناس كده ونمشيها، فكان اللي هو هشام كان موجود محافظ ساعتها، قال احنا محتاجين 700 800 مليون جنيه عشان اخلي المحور ده واعمل طريق يوصل من اسكندريه لغايه ابو حمص حوالي 60 70 كيلو تقريبا، مش كده؟ ايوه فندم. مش كده يا كامل؟ ايوه فندم. انا توقفت هنا للموضوع ده، اتفضل استريح. اوامرك. اتفضل. انا بس عايز اقول لكم ايه؟ لو ما كانش الكلام ده موجود، المخالفات دي، كان زمان المحور ده بسهوله اتعمل. اتعمل من سنه ونص فاتوا او سنتين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تعمل على إنشاء شبكة طرق تستوعب 100 مليون نسمة. وفي مداخلة له خلال افتتاح محور التعمير الجديد بمحافظة الإسكندرية، أوضح الرئيس السيسي أن شبكة الطرق كانت تخدم في السابق 30 مليون نسمة، مشيرا إلى أنها لم تشهد في السابق أي تنمية. إن شبكة الطرق قبل أنا ما أجب أتولى المسؤولية كانت بتخدم يعني متخطط على 20 30 مليون، وعشان كده كانت مش ما بتلبيش لا تنميه ولا حركه. مش كده يا دكتور مصطفى؟ لا تنميه ولا حركه. فاللي احنا بنعمله ده بنحاول نعمل شبكه تناسب ال 100 مليون ويمكن 10 سنين جايين كمان. بس انا هتوقف هنا عند حاجه و هتستغربوا قوي من الكلمة دي، بس تخيلوا أنا بحمي جسر الترعة بالطريق، مش كده يا كامل؟ أيوة فندم. تخيلوا يا سادة يا مصريين إن إحنا عشان نحمي الجسر ده والناس ما تبنيش عليه، اللي هو دي أرض دولة معمولة عشان الجسر ده، الجسر ده معمول عشان يحمي الترعة وما يترميش صرف في الترعة أو في المصرف، لو أنا مش كده يا دكتور مصطفى؟ أو مخلفات يعني. يوم اضطر إن أنا عشان أحمي الجسر ده هو اللي أعمله طريق، صح كده؟ أيوة. نخدم طريق ونحمي الجسر بتاعت اللي هو جسر أرض دولة. من ناحية أخرى، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشروعات الإسكان مثل بشائر الخير والأسمارات وأهالينا، مشيرا إلى ضرورة عمل صندوق لصيانة مباني هذه المشروعات بالتنسيق مع المحافظة والجمعيات الأهلية. أنا بس ليا توصية عايز أقولها للناس اللي عندهم إسكان زي بشاير كده والأسمرات وأهالينا وكده. المحافظين اللي عندهم الأراضي دي، المساكن دي يا دكتور مصطفى، أنتوا بتاخدوا رقم من السكان عشان الصيانة وعشان كده، وأنا بقول لكم عشان ما حدش يعني إيه يبقى، وبسمى حتى مواطنين اللي موجودين في الـ في الـ في السكن ده. السكن اللي موجود ده قيمته لو ايجار قد الرقم ده خمس ست مرات. انا بقول كلام لا صحيح. يعني انا عايز اقول لكم، انا بقول كده ليه؟ انتوا المحافظه اللي في نطاقها مساكن بالطريقه دي، من فضلكم دكتور مصطفى احنا لازم نعمل صندوق لصيانة هذه المباني، والمباني الفلوس دي محدش يقرب لها. يعني ليها مصاريف محددة يعني. فهي عشان ايه؟ النهارده العمارة شكلها كده وكويسة. طب بعد شهرين ثلاثة أربعة الأسانسير اللي فيها احتاج حاجة. الناس اللي فيها يمكن مش هيقعدوا بقى يلموا من بعضهم، ما احنا بنعمل ايه؟ مفيش كلام من ده. وبالتالي لازم يكون للمناطق دي، انا باكد الكلام اللي قلته قبل كده في افتتاح اول مرحله، لازم يكون ليها قياده تسيطر عليها وتدير شؤونها، والكلام ده بالتنسيق مع المحافظه والمنظمات المجتمع المدني الجمعيات الاهليه. لو سمحتم احنا دورنا مش فقط ان احنا نوفر سكن للناس دي ونسيبهم، لا، وزاره الثقافه، وزاره الشباب، وزاره التضامن، المحافظه،
لوزارة الداخلية، القوات المسلحة، الجامعات الأهلية، من فضلكم احنا عملنا خطوة، لكن في خطوات تانية. خطوات تانية ايه؟ ان احنا نساهم في تطوير هذه يعني المجتمعات. هذا وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح العديد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث تم افتتاح تطوير محطة مصر وتطوير نظم الإشارات وافتتاح محور 54 للربط مع محور أبو الذكري. كما شهد الرئيس السيسي افتتاح كوبري الدوران الخلف بالعمرية على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر والتقدير للدكتور عبد السلام سالم الاستشاري المشرف على تنفيذ محور فؤاد أبو ذكري. جاء ذلك خلال تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور عبد السلام سالم الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة. نفذت الدولة محور المشير فؤاد أبو ذكري خلال الفترة من أكتوبر 2020 حتى نوفمبر 2022، وذلك على مرحلتين، الأولى بطول 35 كيلومترا والثانية بطول 15 كيلومترا، بهدف ربط كافة أنحاء المحافظة بعضها البعض والتخفيف من التكدسات المرورية. We'll be right back.
بعثت السيدة انتصار السيسي تحية تقدير إلى كل أياد الخير في مصر الذين يعملون ليل نهار لبناء وطنهم دون انتظار لمقابل. وفي رسالة على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، توجهت السيدة انتصار السيسي لأياد الخير بمصر في اليوم العالمي للتطوع بكل الشكر والتقدير، لافتة إلى أنهم أمل مصر ومستقبلها. عقدت اللجنة العامة لمجلس الشيوخ اجتماعا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في حضور وكيلي المجلس والمستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية والمستشار محمود عثمان الأمين العام ورؤساء اللجان النوعية، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات البرلمانية. في بداية الاجتماع ألقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق كلمة رحب فيها بأعضاء اللجنة في الاجتماع الأول لها في بداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول. يأتي هذا الاجتماع بهدف استعراض خطط عمل رؤساء اللجان النوعية بالمجلس والاطلاع على أجندة عمل اللجان ما تم إنجازه في الفترة الماضية. قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني طلعت عبد القوي إن الاجتماع 16 لمجلس أمناء الحوار الوطني يناقش الأسماء المطروحة من أصحاب الخبرات والقوى السياسية المختلفة التي ستشارك في الجلسات الفعلية للحوار. وأضاف عبد القوي أن الاجتماع 16 يأتي بعد الانتهاء من مناقشة محاور الحوار الوطني الثلاثة الاقتصادي والسياسي والمجتمعي لبدء الجلسات الفعلية للحوار خلال الأيام القليلة المقبلة. اجتماع مخصص عشان نحدد الأسماء المرشحة لحضور جلسات اللجان اللي كلها 19 موضوع. الأسماء المرشحة جت من الجهات المعنية سواء الأحزاب أو مؤسسات المجتمع المدني أو المجلس الأمناء نفسه أو شخصيات عامة أو مقدمي مقترحات. احنا هنناقش الكلام ده كله النهاردة، ثم يعني نسكن الزملاء أو الأعضاء أو المرشحين عشان يحضروا جلسات الحوار اللي إن شاء الله تنطلق يمكن خلال الأيام القليلة القادمة. يعلن عن جدول الزمني اللي هيحدد خريطة الطريق سواء المحور السياسي أو المجتمعي أو الاقتصادي. شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي فتح 5 والذي تجريه المنطقة الشمالية العسكرية. يستمر المشروع لعدة أيام وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي فتح 5 والذي تجريه المنطقة الشمالية العسكرية ويستمر لعدة أيام وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب أسامة نجا قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذي توليه للمنطقة الشمالية العسكرية، مؤكدا حرص مقاتلي المنطقة على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها للدفاع عن أمن الوطن واستقراره. بدأت المرحلة بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذ القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة. وألقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الشمالية العسكرية، مشيدا بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع ومؤكدا حرص القوات المسلحة على الاهتمام بجميع عناصر الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات والارتقاء بإمكاناتها وقدراتها في كافة المجالات. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع
التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات. كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذ مهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير العمليات. قامت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بالأسكندرية وجامعة الأسكندرية وعدد من جمعيات المجتمع المدني بدفع عدد من القوافل الطبية إلى منطقة بشائر الخير بالأسكندرية. ضمت القوافل الطبية عددا من سيارات الإسعاف المجهزة عناية مركزة وصيدلية، وذلك لصرف العلاج بالمجان، وعددا من العيادات الطبية المتنقلة والمتخصصة. استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم المجتمع المدني وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم الدعم الطبي للمواطنين خاصة في المناطق المستحدثة، قامت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بالإسكندرية وجامعة الإسكندرية وعدد من جمعيات المجتمع المدني والنقابات الطبية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بدفع عدد من القوافل الطبية إلى منطقة بشائر الخير 3 و5 بالإسكندرية، وذلك خلال شهر نوفمبر لتقديم الخدمة الطبية بالمجان للحالات المرضية في مختلف التخصصات الطبية وصيدلية لصرف العلاج بالمجان. صدرت تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة بتجهيز والإعداد لقافلة طبية تقدم خدمة لأهالينا في منطقة بشائر الخير 3 و5، وفي إطار تعاون بين قيادة المنطقة الشمالية ومحافظة الأسكندرية ممثلة في مديرية الصحة تم عقد اجتماع تنسيقي قبل بداية القافلة للتجهيز لها، وفعلا يوم 1 نوفمبر انطلقت القافلة. تواجد معنا في القافلة هنا 16 عيادة متنقلة في تخصصات مختلفة تشمل كل التخصصات الطبية، ثم امتدت الأزرع بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني، وقدمنا محاضرات ثقافية وندوات صحية لأهالي المنطقة تجاوز عددها 3300 ندوة. تم عمل ندوات للإعلام الصحي للتعريف بالخدمات اللي بتقدمها وزارة الصحة للمواطن في ربوع اسكندرية كلها، وبلغ عدد المستفيدين من القوافل الطبية ما يقرب من 75,000 مواطن من قاطني بشائر الخير 3 و5، كما تم فحص أكثر من 160 طفلا من ذوي الهمم. تأتي تلك الجهود التي تبذلها القوات المسلحة انطلاقا من مسؤوليتها الإنسانية والاجتماعية، وحرصا منها على وصول كافة الخدمات لأبناء الشعب المصري وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا بالمحافظات الواقعة بنطاق مسؤولية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 600 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 803 أطنان من المواد الغذائية وغير الغذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 84 طنا، وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 676 طنا. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 42 طنا، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 908 قضايا، من بينها 270 قضية خبز ناقص الوزن و195 قضية خبز غير مطابق للمواصفات.
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدي لجرائم الإتجار في المواد المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية خلال شهر من ضبط 6241 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 6971 متهمة. تتواصل الجهود الأمنية للتصدي لجرائم الإتجار في المواد المخدرة لما تمثله من خطورة وتداعيات سلبية على المجتمع بخاصة الشباب. وقد أسفرت هذه الجهود خلال شهر عن ضبط 6241 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 6971 متهماً. ونجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال تلك الفترة في ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 4 أطنان من مخدر البانجو، وضبط قرابة 2 طن من مخدر الحشيش، كما تم ضبط أكثر من 390 كيلوغرام من مخدر الآيس. ومع تواصل الضربات الأمنية لمنع إغراق البلاد بالمواد المخدرة، تم ضبط أكثر من 307 كيلوغرامات من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الاستروكس تزن قرابة 163 كيلوغرام. وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 18,414,244 قرص مخدر لعقار الترامادول، إضافة إلى 2 كيلوغرام من ذات المخدر. كما تمكنت من ضبط 120,740 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، وقرابة 38,000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، إضافة إلى 3 كيلوغرامات من ذات المخدر. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب2,027,000,000 جنيه. وعلى صعيد التصدي لجرائم غسل الأموال، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 قضايا غسل أموال بإجمالي 147,000,000 جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 27 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان. نتائج كبيرة حققتها الأجهزة الأمنية على مدار شهر خلال تصديها الحاسم لجرائم الإتجار في المواد المخدرة لتجفيف منابعها وحماية الشباب من الوقوع فريسة للإدمان، لتبقى الأجهزة الأمنية عينا ساهرة لحماية المجتمع من تلك الآفة الخطيرة. السادسة مساء، مشاهدين لا تزال مستمرة وتتابعون فيها. لافروف يعتبر أن سياسة الناتو تهديد خطير لبلاده، ويحذر من أن مواقف الغرب تخاطر بصدام مباشر بين القوى النووية. تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالعمل على إنفاذ الاتفاق السياسي الإطاري من أجل الوصول إلى حكومة وسلطة مدنية وإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد وعودة الجيش إلى الثكنات. وطلب البرهان القوى السياسية التي لم توقع على الاتفاق بالانضمام إلى الاتفاق، مؤكدا أنه سينهي حالة الصراع ما بين القوى المدنية والقوى العسكرية حتى تطلع بالتزاماتها الدستورية. من جانبه قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالية السوداني محمد حمدان دقلو إن الاتفاق الإطاري يؤسسه لفترة انتقالية يتجنب الجميع فيها أخطاء الماضي والممارسات السياسية الخاطئة. وقد وقع مجلس السيادة الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي وعدد من الأحزاب والتنظيمات والتجمعات المهنية اتفاقا سياسيا إطاريا بحضور الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد. وينص الاتفاق الإطاري على تدشين مرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون مع تنظيم انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية التي تحدد بعامين منذ لحظة تعيين رئيس للوزراء.
إلى جانب اعتماد سياسة خارجية متوازنة تلبي مصالح البلاد. قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة جسر القرم، ذلك في أول زيارة له إلى شبه الجزيرة منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا. وأوضحت وسائل الأعلام الروسية أن الرئيس الروسي متواجد على الجسر الذي يربط بين شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية، والذي تضرر في أكتوبر الماضي جراء انفجار نسبته السلطات الروسية إلى القوات الأوكرانية. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن حلف شمال الأطلنطي يشكل تهديدا لروسيا، مضيفا أن مواقف الغرب تخاطر بصدام مباشر بين القوى النووية ستكون له عواقب وخيمة. وعبر لافروف عن أسفه لرفض الولايات المتحدة إجراء محادثات مع موسكو حول الاستقرار الاستراتيجي بشأن مجموعة من القضايا المتعلقة بالأسلحة النووية، مشيرا إلى أنه بدون محادثات مباشرة ما بين البلدين فإن الخطر على الأمن العالمي سيزداد. إلى ذلك، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس استعداد بلاده للتوصل إلى ترتيبات للحفاظ على الأمن في أوكرانيا كجزء من تسوية محتملة للسلام. وحذر المستشار الألماني من إثارة ما وصفها بحرب باردة جديدة من خلال تقسيم العالم إلى كتل، ودعا المستشار الألماني إلى بذل كل الجهود نحو بناء شراكات جديدة، كما شدد على أن الغرب أن دفاع الغرب عن القيم والديمقراطية وحماية المجتمعات المفتوحة وتفادي ما وصفه بإغراء تقسيم العالم مرة أخرى إلى كتل. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن فرض الغرب حدا أقصى لأسعار نفطها سيؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، لكنه لن يؤثر على قدرتها على مواصلة عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وأضاف بيسكوف أن روسيا تعد ردها على القرار الذي اتخذته مجموعة السبع وحلفاؤها بهدف تقليص عائدات موسكو من الطاقة وتقليص قدرتها على خوض الحرب، لافتا إلى أن الاقتصاد الروسي لديه القدرة المطلوبة لتلبية احتياجات ومتطلبات العملية العسكرية وبشكل كامل. أكد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار أن بلاده ستعطي الأولوية لاحتياجاتها من الطاقة وستواصل شراء النفط من روسيا. وقال خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيرته الألمانية في نيودلهي إنه يرفض أن يكون لأوروبا موقف لتحديد أولويات احتياجاتها من الطاقة، ويتوقع من الهند أن تفعل شيئا آخر، مشيرا إلى أن هناك كمية محدودة من موارد الطاقة المتاحة في العالم وهناك حالة صراع. أعلنت روسيا أنه لم تحدث أي تحولات كبيرة في تنفيذ الجزء المتعلق بترويج المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية ضمن صفقة الحبوب. وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فاشنين أن صفقة الحبوب تتضمن تصدير الحبوب الأوكرانية وإتاحة وصول المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية وذلك إلى السوق العالمي، مشيرا إلى أن موسكو ستواصل العمل مع الأمم المتحدة لتحقيق هذا الأمر. وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أن الدول الغربية تواصل عدم الوفاء بعهودها فيما يتعلق بوصول الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية.
والآن مشاهدينا نتحول بكم الآن إلى أخبار المال والأعمال. تحول محمد عبد الله والمزيد من المتابعات إليك محمد. شكرا لك غاي، شكرا ليلى، ومشاهدينا تتابعونا معي أهم الأخبار الاقتصادية محليا وعالميا. أهلا بكم. انخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 41.3% لتبلغ 2.44 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي مقابل 4.15 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق. وأوضحت بيانات التجارة الخارجية أن قيمة الصادرات زادت بنسبة 11.6% حيث بلغت 4.11 مليار دولار خلال شهر سبتمبر. ويرجع ذلك إلى زيادة قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الغاز الطبيعي المسال بنسبة 671.7%. في المقابل انخفضت قيمة صادرات بعض السلع مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها منتجات البترول بنسبة 29.3%. أعلنت وزارة البترول أن نحو 60% من الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها قد تحقق خلال السنوات الثمانية الأخيرة وحدها، ليصل عدد الوحدات المستفيدة بالغاز لأكثر من 14 مليون وحدة سكنية. وخلال لقاء أقيم بحضور قيادات قطاع البترول وسافري الاتحاد الأوروبي وفرنسا بالقاهرة، لفت الوزير إلى أن هذا التطور في معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يخدم أكثر من 60 مليون مواطن بتلك الوحدات ويوفر نحو 250 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً. أعلنت وزارة الزراعة أنه تم خلال الأسبوع الماضي الإفراج عن 84 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 51 مليون دولار. وأضافت الوزارة أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 من أكتوبر حتى الأول من ديسمبر بلغ 960 ألف طن بإجمالي مبلغ 483 مليون دولار. في سوق المال تبانت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بينما تراجع مؤشر إي جي إكس 70 وإي جي إكس 100 وسط تداولات مرتفعة. وارتفع رأس المال السوقي بنحو 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 924.115 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 14,327 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 58% في المئة ليغلق عند مستوى 2,653 نقطة. وانخفض مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 7% في المئة ليغلق عند مستوى 3,898 نقطة. أنهت معظم أسواق الأسهم في الخليج التعاملات على انخفاض، وسجل المؤشر السعودي أدنى مستوى له منذ أكثر من 18 شهرا، وتراجع المؤشر السعودي 2.8% ليسجل أدنى مستوياته منذ مايو 2021. كما هبط مؤشر أبو ظبي بنسبة 8%، بينما صعد مؤشر دبي 8%، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية. وهبط المؤشر القطري بنسبة 8%، مع تراجع سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 3%. نهاية أخبار اقتصاد، أعود من جديد إلى ليلى ورغاي. شكرا لك يا محمد. إذن مشاهدينا بأخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا التذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. خلال افتتاحه مشروعات تنموية بالإسكندرية، الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة تعمل على إنشاء شبكة طرق تستوعب 100 مليون نسمة.
مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش الأسماء المطروحة للمشاركة في جلسات الحوار الفعلي. ترحيب مصري ودولي واسع باتفاق مجلس السيادة السوداني وقوى الحرية والتغيير وسط مطالبات بسرعة تشكيل حكومة جديدة. وبختم العناوين نصل معكم لختام نشرة السادسة. في تمام التاسعة مشاهدينا جولة إخبارية جديدة عبر شاشة التلفزيون المصري للملتقى.